إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، يوم جديد وفقرة جديدة من الأبراج مخبيت لنا أخبار ونصائح ومعلومات من تبع سوا عبر إذاعة إم راديو. البداية مع برج الحمل. لغاية ظهر اليوم يبقى القمر في ذروة برجك، فيمكنك توسيع دائرة علاقاتك الاجتماعية وتحسين صورتك. تبرز اجتماعياً وترغب بالخروج مع الأصدقاء وتتحسن نفسيتك. مهنياً، بعض القضايا تحتاج إلى صبر وتفكير أكثر من أخرى، فكن حريصاً واضبط حماسك للخروج بنتائج إيجابية. عاطفياً، عدة مسائل وأمور تشغل بالك وترغب بأخذ رأي الشريك فيها لحلها، لعلك تجد الحلول المناسبة. صحياً برج الحمل، حالتك الصحية على ما يرام وتختفي شكواك من الإرهاق بعدما حصلت على الراحة التامة. لديك أكثر من طريقة وفرصة لممارسة رياضة جديدة بصحبة صديق مقرب. برج الثور، تستعد لتلتقي خبر في طريقه إليك يحمل في طياته الكثير من رغباتك. تفكر بالماضي، تبالغ بانتقاد الآخرين، تجد حليفاً داعماً يوصلك لانفراجات. مهنياً، بعد القرارات المفاجئة ربما تترك أثراً سلبياً في العمل، من الصعب تصحيحه دون مساعدة من أحد. عاطفياً، لا شيء يستطيع إبعادك عن الشريك أو عدم الاهتمام به، فحبك له سبب وجودك في الحياة. صحياً برج الثور، تعاني الإرهاق اليوم بسبب ضغوط العمل، ورغبتك تتزايد في العودة إلى ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية المرتفعة مرة ثانية. منكمل مع برج الجوزاء، مزاجك يرتفع وتصبح أكثر راحة بالتعامل مع أمورك الاجتماعية وأمور الأصدقاء، وتبرز في أمور التواصل الاجتماعي والعلاقات، وتفكر بمشروع للسفر. مهنياً، بعض القرارات تكون هامة ومستعجلة، يجب البت فيها بسرعة واتباع خطوات وتنفيذها بدقة. عاطفياً، تميل للانطواء والتفكير بأيام خلت، ومن بعد الظهر تزداد مشاعرك العاطفية وترغب في عيش لحظات ممتعة مع الشريك، فحاول أن تغتنم الفرصة المتاحة لك. صحياً برج الجوزاء، عليك أن تهتم أكثر بصحتك وبسلامة جسدك، ولا تقصر في تناول الوجبات الغذائية، وقم بممارسة التمارين الرياضية. برج السرطان، تصبح أكثر انطوائياً وترغب في التعامل مع القضايا التي تهمك بحسب ترتيب أهميتها. تبحث عن منافذ إبداعية تكسب منها لتلبية التزاماتك المالية والتخلص من ديونك. مهنياً، تحقق إنجازات اليوم ويتحدث عنك الكثيرون نتيجة أعمالك الباهرة، وتحدث لك مفاجأة اليوم بسبب ما تفعله وتبذله في العمل. عاطفياً، تعيش يوماً رومانسياً جميلاً خالياً من المشاكل، يحاول خلاله الحبيب إسعادك بكل الوسائل. صحياً برج السرطان، عليك أن تحدد نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرك كثيراً وتسبب لك المشكلات. منكمل مع برج الأسد، أنت تنجز أعمالك وتطور حياتك، وتكون الإنجازات والأخبار مصدراً للفرح ملائمة لظروف جديدة تعيشها. مهنياً، إذا دخلت في مفاوضات سوف تلفت الأنظار بنباهتك وسرعة بديهتك وقدرتك على الإقناع. عاطفياً، الكثير من الموضوعات المهمة تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك. صحياً برج الأسد، السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفف من ضغوط العمل. منكمل مع برج العذراء،
يوم ضعيف وقليل الحظ، لا تجازف باستقرارك العائلي، تعاني من متاعب شخصية، أنت مشحون بحماسة نابعة من عائلتك، قد تجد صعوبة في توزيع وقتك وطاقتك. حافظ على هدوئك وفكر بحكمة وهدوء، انتبه. مهنياً، الفوضى والمزاجية في العمل تثير غضبك وتسعى إلى تغييرها بالتعاون مع رؤسائك وبعض الزملاء المتفهمين. عاطفياً، من الأفضل تبرير تغير تصرفات الشريك في الآونة الأخيرة بسبب مروره بأزمة عائلية، ويجب الوقوف إلى جانبه. صحياً برج العذراء، أنت مهمل في ممارسة الرياضة، فعليك الانتظام على ممارستها حفاظاً على صحتك ورشاقتك. منكمل مع برج الميزان، اليوم تعبر عن رأيك بوضوح، توسع دائرة تحركاتك، تفكر في رحلة مع الأصدقاء، لا تغضب إذا اصطدمت ببعض العراقيل، حاول تحسين مظهرك الخارجي. مهنياً، يعجب مديرك في العمل بآرائك ويعمل على طرحها أمام الجميع وأخذ رأيهم بإمكانية تنفيذها أم لا. عاطفياً، لا تسبح عكس التيار ولا تسمح للضغوط أن تتزايد، بل دع الأمور تسير على سجيتها، ولا شك في أنك سترى التعقيدات تزول من تلقاء نفسها. صحياً برج الميزان، استخدم طاقتك في الأنشطة الرياضية، إذا لم يكن لديك الحافز السليم من قبل يمكنك البدء اليوم. عزيزي برج العقرب، تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي نجاح، انتبه على مصاريفك وصفي نيتك ولا تعرض نفسك للشك. مهنياً، تثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثاً متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع. عاطفياً، تميل عند حدوث المشاكل إلى اتخاذ القرارات وسرعة تنفيذها، ما يضع الشريك في توتر واضطراب، عليك الهدوء واتخاذ القرارات بحكمة حتى لا تخسره. صحياً برج العقرب، تتمتع بحالة صحية جيدة نتيجة حبك للسفر والانطلاق وممارسة الرياضات المختلفة، ما يجدد من طاقتك باستمرار. برج القوس، في بداية يومك تستمر كالمعتاد في متابعة شؤونك المألوفة، ومن الظهر يمكنك بسهولة إجراء اتصالاتك وتعزيز علاقاتك مع الأصدقاء والأخوة وإبراز مواهبك، وسيلعب الأشخاص من حولك دوراً هاماً. مهنياً، يدفعك أمر هام لإنجاز بعض المشاريع الكبيرة بالتعاون مع زملائك في العمل بالوقت المحدد. عاطفياً، تطلباتك الكثيرة وتذمرك على كل أمر يضع الشريك أمام خيار صعب بمتابعة العلاقة أو الانفصال. صحياً برج القوس، للتمتع بنمط حياة صحي وازن بين نظامك الغذائي ونشاطك الجسدي من خلال اختيار الأطعمة الصحية معظم الوقت. وصلنا لبرج العاشر الجدي، بداية اليوم يبقى القمر في برجك، فيمكنك تحريك أمورك الشخصية والاهتمام أكثر بنفسك وبمظهرك وتنشيط حياتك الشخصية وإيجاد حلول للأمور العائلية والمهنية. مهنياً، حصولك على معلومات حول عملك الجديد يجعلك تتردد بالاستمرار فيه لكثرة مشاكله. عاطفياً، توضيح الأمور المستقبلية للشريك أمر ضروري جداً لكي لا يتفاجأ بك ويعرف كيف يتم التعامل معك دون مشاكل. صحياً برج الجدي، خفف من توترك فهذا يؤذي صحتك بشكل كبير. برج الدلو، بداية اليوم قد تميل للانطواء بعض الشيء، بعد الظهر القمر يدخل إلى برجك فينعشك ويمنحك الطاقة والتفاؤل، وتهتم بأمورك الشخصية ويمكنك الترويج للأشياء التي تهمك. مهنياً،
تحاول التأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها عن قضية أخذت منك جهداً ووقتاً إضافياً، وتقوم بأخذ النصيحة من أصحاب الخبرة. عاطفياً، نزاعات مع الشريك على أمور غير مهمة تسيء إلى الأجواء بينكما، في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم. صحياً برج الدلو، عليك أن تهتم بصحتك الجسدية والعصبية، خاصة إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة. برج الحوت والأخير، متقلب المزاج، قد تشعر ببعض التوتر، حاول تخفيف حجم التزاماتك والميل للاسترخاء أكثر والتأمل لإيجاد حلول لبعض الأمور العالقة. مهنياً، تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويسهل أمامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة على أنواعها. عاطفياً، يسلط هذا اليوم الضوء على أفضل صفاتك، ولذلك تجد نفسك محاطاً بالناس وتشعر بأنك أكثر شعبية أو تقديراً. صحياً برج الحوت، للإرهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة والحذر مطلوب في التعامل مع المتطلبات والمسؤوليات. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايما تابعوني عبر إذاعة أم راديو.